نطلب من المقرر الخاص المعني بالإعدام تجديد طلب الزيارة الذي تقدم فيه 2015، وبعد أن أعدمت السعودية 47، هل من المناسب من ولايتكم تطلبون من رئاسة المجلس بحسب المادة 8 أن تعلق عضوية أي عضو يرتكب انتهاكات جسيمة كالسعودية؟ أيضا كيف ينظر المقرر الخاص في الوقت الذي تشغل فيه السعودية مقعدا أساسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة؟ فإن انتهاكات حقوق الإنسان فيها بلغت مستويات غير مسبوقة، سواء على صعيد حرية التعبير أو حقوق المرأة أو الإعدامات الجماعية التي طالت الناشطين والمعارضين السياسيين وفي طليعتهم الشيخ نمر النمر. ما يضاعف هذا القلق لدى المجتمع الدولي والاستياء من ازدياد انتهاكات حقوق الإنسان هو وجود 55 سجينا على قائمة الإعدام. هناك صدى للإعدام الذي تم في 2 يناير بالتركيز على بالخصوص قضية إعدام الشيخ النمر. هناك ملاحظة واضحة لدى كل الدول أن هذا الإعدام لم يكن إعداما عادلا يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان. هذه الانتهاكات تتناقض مع التزاماتها الدولية ومع واجباتها كدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان الذي يسعى للحد من تلك الانتهاكات في العالم. Yeah, I think we need to see a lot more public advocacy and public interventions from the international community. We've seen in the past that Saudi Arabia does respond to international criticism when they feel like their image is at stake. As we saw with Ali al-Nimr, with the European Parliament resolution, with this sort of public pressure, they still haven't executed these kids. هذا الواقع يلقي ظلالا من الشك حول الأهداف التي تسعى السعودية لتحقيقها من خلال عضويتها في هذا المجلس. Saudi Arabia's membership at the Human Rights Council actually undermines the integrity of the whole system because Saudi Arabia uses the UN as a platform to cover up for the violations that are happening at home. We've seen recently a soaring execution rate and the application of the death penalty to human rights defenders and minors, which is prohibited. الأصوات بدأت ترتفع عاليا في هذا المجلس وفي العالم الحر ضد سياسات آل سعود التي حولت البلاد والمنطقة إلى مقبرة لحقوق الإنسان. لا يبدو أن عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان قد أسهمت في وقف انتهاكات حقوق الإنسان فيها، بل إنها تصاعدت بشكل غير مسبوق مؤخرا، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول جدوى شغلها لمقعد في هذا المجلس المهم. ساهر عرايبي للبحرين اليوم من قصر هيئة الأمم المتحدة في جنيف.